لكن على الناحيه الثانيه هل في لعيبه بتمشي مدرب؟ اكيد طبعا. كتير طبعا. طبعا كتير طبعا. طبعا طبعا اكيد. عشتوها يعني؟ لا في لعيبه، ما اصل احنا في لعيبه بتبقى قريبه قوي من مجلس الاداره، بيبقى اتنين تلاتة اللي هم عظمه تقيله في الفرقه، ولو المدرب ما لاعبهمش هم اللي بيصدروا له المشاكل، وللاسف مجلس الاداره لو بيسمع. لو اللعيب خد رقم رئيس النادي شكرا، تاكد ان الفرقه باظت. بس دي حاجات ما ينفعش، لازم اللعيب يبقى تعامله المباشر هو مدير فني. يعني انا مثلا في لعيب اروح ايه ما عجبنيش شخصيته جوه الفرقه، وعارف انه بيوقع، مثلا حصلت لي بيوقع بين اللعيبه وبيوقع بين المدير الفني واللعيبه، ويقعد يقول عشان ما بتلعبوش مثلا، عشان ما تلعبوش انت مش مقتنع، او مثلا هو ليه طريقه، مثلا انا ما بتمرنش بس عايز العب، وانا مثلا من الشخصيات لا تتمرن كويس تلعب كويس، في مدربين بيقول لك لا عادي مفيش مشكله، لكن انا كده. ده بقى بيبقى مثلا مع مجلس الاداره او حد تقيل في مجلس الاداره، ويقعد بقى يقول له اصل الكابتن عمل، اصل الكابتن سوى، وهم يضغطوا عليك لاعبه، وانا اقول لهم لا مش يعني هلعبه. كمان ضغوط من مجلس الاداره انك تلعب فلان، بتحصل، فتفضل المشاكل قائمه لغايه لما تمشي. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اقولها عليها كابتن هاني، لازم اتحاد الكوره يحدد للمدير الفني مش اكتر من فرقتين في الموسم، دي مهمه جدا. مهمة جدا، هتلاقي في أسماء كتير طلعت وظهرت، في ناس كتير هتاخد فرص كتير، لكن مدرب يتنقل بثلاث أربع فرق في موسم لا كتير قوي بصراحة. انتقالات المدربين لأربع فرق في الموسم دي، أنا يمكن كنت قلت حل من الحلول إن ده بيجي من اتحاد الكورة، يا جماعة المدير الفني لا يحق له الانتقال لأكتر من نادي خلال موسم واحد. يعني أنت دلوقتي كنت ماسك فرقة إكس، خلال الموسم تم اقالتك او استقالتك، يبقى عليك انك تقعد لنهايه الموسم عشان يجي لك نادي جديد. دي اولا عندك حاجتين، الحاجه الاولانيه هيبقى الف علامه استفهام على ان الادارات بتستعجل جدا على اقاله المدرب، يعني خلاص انا هجيبك، ففي واحد هم ساعات المدرب بيمشي هم اوريدي متفقين مع مدرب تاني. الجزء الثاني كمان انك تدي تطلع بقى مدربين كمان مظلومين، يعني انت قاعد مستني لا الدايره ده خرج من هنا دخل هنا خرج من لا، يبقى الناس كمان وسعت. اللي مش شغاله الناس، يبقى وسعت قاعده مدربين بتاعتك بشكل اكبر. صح. عندك قاعده واسعه جدا من مدربين، وانك بتدي فرص ل مش هقول المدربين الشباب، لكن المدربين خلاص بقى 50 سنه بقى 50 سنه يا كابتن 50 سنه شباب ده حقيقه. كابتن ايمن اصغر مننا خلي بالك. يعني كابتن ايمن يبقى نديله فرصه بقى، شباب نديله فرصه. هو الشباب. لا فبقول لك كمان ده ممكن ده يكون حل من الحلول، انك اتحاد الكوره بيحط بند زي دوت، اولا هتوسع قاعده المدربين، ثاني حاجه هيبقى عندك فرص كبيرة جدا المجالس الإدارة تاخد، يعني تبقى تقيلة ما تاخدش القرار بتصور، وبرضه القرار لازم اللعيب على الأندية، ما يجيش النهارده مدرب بعد ماتشين ثلاثة أقيله، لا لازم يبقى قرار زي ما هو المدربين برضه يبقى على الأندية، إن ما يسمحش النادي بأكتر من مدربين أو اتنين في الموسم. بكتير اتنين، بكتير يعني يدرب فرقتين بكتير في السيزون. يبقى هو برضه نفس القرار. دي بصراحة فكرة كويسة برضه من الكابتن، فكرة كويسة جدا، لأن خلاص أنت هتجيب واحد هيستمر معاك لنهاية الموسم. بالظبط. بالأمر. وكمان خلي ده هينعكس عليك إن خلاص انت بقى الحته، هرجع للحته بتاعت اللعيب، مش هيقدر يظهر عندك لعيب. أيوة. لانه خلاص كده كده انا موجود. ونقطه ثانيه يا كابتن، ان انا هدقق قوي النقطه اللي حضرتك قلتها، هدقق قوي في اختيار المدرب. اختيار المدرب. طبعا. يبقى النهارده مش هجيب اي حد، فلان كلمني خد المدرب الفلاني هاخده، لا يبقى انا النهارده بقيم كابتن هاني، لا السي في بتاعه كويس، لا يبقى خلاص يبقى ده اللي هيجي معايا، يبقى دقق قوي في اختياري، يبقى هيكمل معايا موسم اطول فتره في خلال الموسم. واطول فتره في خلال الموسم عندك استقرار فني. صح. عندك استقرار اداري، لان دايما المدربين واحنا مريت وانا كنت مدرب وعارف دايما مع النتائج تتهز شويه، انت غصب عنك بتبدا تفكر تتوتر وبالتالي هتوتر اللعيبه، واللعيبه هتفكر اصل خلاص احنا المدرب قرب يمشي، اصل بيكلمه فمش فارقه معانا، وبعدين مش فارقه هتخش في لا مبالاه، فالنتائج هتسوق اكتر. لكن حضرتك بتتكلم عليه مهم جدا، الاستقرار النادي واستقرار اللعيبه.